جرد قليلي غير تلميذة اللي بتعقد تينا. في عندك اختها صغيرة داليا؟ اوكي رح قيد عندي داليا. ديا بتعيطي لها ديا؟ كتير حلو الاسم، رح قيد ديا. قدي عمرها ديا؟ 4 أشهر؟ عظيم، رح قيد 4 أشهر. لا 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 ما تعتلي هم ابدا مدام جردي، انا عندي مدامتين هون بيساعدوني وعندهم كتير خبرة بالولاد، ابدا 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 ما يكلك فكر. ايه لا لا ما تخافي ابدا. اوكي ومن امتين بتحبي تسجليهم؟ من بكرة؟ عظيم، رح تجيبيهم من بكرة، رح قيد عندي ديا وتينا من بكرة. نعم؟ بس؟ لا ولا مدام جردي نحن ما فكرنا بهالموضوع. لا بس هلا بالوقت الحاضر ما في، بس بالمستقبل كتير ممكن الفكرة لأنه الشوفير مأمن. اوكي مدام جردي، لكن إذا عندك قرايب أو حدا بتعرفيه ايه كمان قولي له، لانه هون محلات كثير عنا وما تنسي شعارنا اولاد كثير ومصاري قليل. اوكي اوكي يلا باي باي. خير ان شاء الله. اهلا ماما. مع مين عم تحكي ماما؟ عادي عادي عادي، ان شاء الله ما تكوني تعذبتي بالطريق. لا بس هلا قولي لي انا شو كنت عم بسمع؟ حديث هيك غريب شوي علي. مصاري قليل، ولاد كتير ومحلات كتير. ماما عن شو عم تحكي؟ كريم ما تقولي لي ماما. بلا ماما. عن جد؟ ايه وحياتي يا حبيبة قلبي. يا ماما ألف مبروك ألف مبروك يا عمري إلنا وإليك. ميرسي ماما. يا حبيبة قلبي ها هلا صرت حبه لهالمرد جوزك، أول ما أشوفه بدي بوسه وهني. يا حياتي حياتي بحبه كتير يا ماما، شو ما أطلب منه بنفذ لي، ما بيتأخر عني بشي، بس قل له بدي دغري بيتنفذ، يعني حكي أمر. طبعا ما أنت بتستاهلي يا حبيبة قلب أمك أنت. من أيمتى عارفي يا ملعوني ومخبية علينا؟ انا عم خطط من زمان. محتال انت. امبارح بس لزبطت معي. يا حرام يا حرام على بيك، هلا بس بده يخوت بس يا حريم. يا عم بتعرفي ماما انا عم بزهق هلا بالعطله بالبيت. طبعا يا ماما بتزهق اكيد، هو صحيح عندي جيران وبحبوني كتير وانا كمان بحبهم وبنحكي سوا وبنروح سوا وبنجي سوا، بس قد ما كان عم ضلني احس بفراغ. يا حبيبه قلبي يا ماما عندك كل هالاحاسيس ومخبتين في قلبك وساكته بس ليكي عينه بدك تبقي تيجي تساعديني. بدك كلام؟ كل يوم قبل الضوء انا عندك شغلي، ما رح خليكي تتقرب ايدي. لا ماما مش لهالدرجه، جيراني بعقده كلهم بدهم يساعدوني، بس تعرفي انت بتضلك غير شكل، بعدين عندك خبره اكثر بالولاد. حبيبه قلبي يا ماما بتقبري قلبي. ماما لحد هلا انا مش مصدقه. بعدين هيدي حماتي كل ما اجت لعندي بتنكد لي عيشتي، بتشوفني قاعده ما عم بشتغل وبتبلش تلطش وتحكيني حكي طالع وحكي نازل. دبه كل عمرها هيك، ما بيعجبها العجب ولا بتحب تشوف حدا مبسوط نكده. بس من هلا ورايح ما رح خليها تفتح تمها، رح تجي كل مره تشوفني عم بشتغل رح تسكت. فشرت انت تشتغلي؟ لا انت بدك تنامي وترتاحي حبيبتي، شغلي ما بتقدري بايدك. بدك تعملي لي قصه ماما؟ انا ما صدقت بيجيني اول حفيد. اختي حبلي. اختك حبلة؟ كيف اختك حبلة؟ انت قلتي اختي حبلة؟ انا ما قلت اختك حبلة. بلا قلتي اختي حبلة. انا ما قلت اختك حبلة، كيف بدك تكون حبلة اختك؟ مش انت قلتي لي ناطق اول حفيد؟ اول حفيد منك انت مش من اختك، انت الحبلة. انا حبلة؟ مين قال لك انا حبلة؟ انا مش حبلة. انت قلتي انا حبلة. انا قلت لك انا حبلة؟ كريم على شو صار لك ساعة بتقولي لي بدك تيجي تساعديني بالولاد وانت خبيرة بالولاد وما بعرف شو؟ تفتحي شو؟ جاردوري؟ فكرتك عارفة عم بتبركي لي. جاردوري؟ تفتحي جاردوري؟ بدل ما تربي ولاد الناس روحي جيبي لك ولد وربيه. ماما خلصنا منه هيدا الموضوع، كلكم عارفين بالعيلة إنه أنا وفادي مقررين ننطر 3-4 سنين. 3-4 سنين؟ انطروا، انطروا 3-4 سنين، ولك مع حق حماتك، خلى تقصف أمرك كمان، خلى تدعوسيك. 3-4 سنين؟ بعد 4 سنين ما بتعودي تلاقي جوزك لتجيبي ولد. يا عمي شو بيربط الرجال بالبيت الا الولد؟ الحب. ايه روحي ما انا حب انا بلوط حب. لوين رايحه طيب؟ لوين هلا؟ بدي فل على بيتي عشان ما اعمل جنايه بهالبيت. ماما بدها هالقد القصه، بدها هالقد. صحيح
صحيح ما بدها هالقد، لأنه بيجيب أولاد مثل حكايتكم، حرام ينصحوا الناس يجيبوا أولاد.